السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج صالون الصحة والجمال. اتعودنا في صالون الصحة والجمال كل أسبوع بنتكلم عن حاجة مهمة أوي. الأسبوع اللي فات اتكلمنا عن الخيانة وقلنا أنواع الخيانة، واتكلمنا الخيانة هي إيه والوفاء هو إيه والأمانة هي إيه. تطرقنا للخيانة وقلنا الأسبوع القادم إن شاء الله عايزين نتكلم عن حاجة مهمة جدا ما نقدرش نعيش من غيرها، ألا وهي الحب. أيوة الحب. الحب مفيش إنسان يقدر يعيش في الدنيا دي من غير ما إنه يكون بيحب الله ورسوله، بيحب نفسه، بيحب أهله، بيحب وطنه، بيحب كل الناس اللي حواليه. لو أشيع الحب بين الناس مش هنلاقي فيه مشاكل. هو إيه اللي بيخلي الناس تقتل، وإيه اللي بيخلي الناس تسرق، وإيه اللي بيخلي الناس يحصل جرائم في المجتمع؟ عشان مفيش حب. لو في حب بين الناس كلها هنلاقي إن مفيش جريمة، مفيش أي حاجة ممكن تعكر صفو المجتمع بتاعنا. فالحب لو موجود انسى أن يكون فيه مشكلة. هنناقش الحب من خلال ضيوفنا النهاردة. معايا الكاتبة الإعلامية نهال علام، أهلا بيك يا نهال. ومعايا دكتورة هبة العوضي أخصائي التجميل والليزر، أهلا بيك أستاذ هاني. مبسوطة أني موجودة معاك. كل سنة حضرتكم طيبين. حضرتك طيب. هنتكلم عن الحب يا جماعة، وهنقول الحب وعلاقته. طب إيه اللي دخل الحب مع التجميل والليزر؟ لا، في علاقة وطيدة بين الحب والتجميل والليزر، وده اللي هنكتشفه من خلال ضيوفنا النهاردة. هبدأ بنهال واسألك يا نهال. الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم عن الخيانة، وقلنا هنمهد للحب. تمام. وجه ميعاد الحب النهاردة. يوم يصل المرء ويهين بقى. بس احنا ابتدينا بالخيانة. يوم يكرم المرء ويهين. آخر الحب. هننهي بالحب بقى، لأن الحب هو أساس كل حاجة. شايفة تعريف الحب هو إيه؟ في تعريف بسيط كده تقولي لي يعني ايه حب. قبل ما نبتدي الحلقه هاني عايزين نحط بروتوكول للحلقه. نتفق عليه كده في الاول. نقول احنا هنقول اللي المفروض يتقال ولا هنقول اللي بيحصل بجد؟ لا، احنا عايزين نقول اللي بيحصل واللي المفروض يتقال. ما هو ده اللي دايما اللي بيتقال. عايزين الصراحه. ده دايما اللي احنا متعودين هنا عليه في الصالون معاك، ان احنا بنتكلم في الحاجات اللي بتحصل فعلا واللي احنا بنواجهها حقيقي. فبس احنا بنحط التعريف ده في اول حلقه. تمام. عشان اللي هيجي في الحلقه يبقى الناس مستعده ليه. اوكي. الحب ببساطه جدا هو الشعور او الاحساس اللي ماسك الكره الارضيه دي انها ما تقعش، ان البني ادمين اللي فيها ما ينهاروش بقيمهم ومبادئهم واخلاقهم وشخصياتهم وشكلهم، كل حاجه تخليك احسن رجعها للحب. لو حاجه، لو انت بتقول انا بحب بس انت بقيت عصبي، انت ما بتحبش. لان انت لو بتحب وعندك مشاكل الدنيا كلها وكل الناس واقفه ضدك وواقفه ضد قصه الحب دي، بس انت واثق ان انت بتحب وبتحب بجد، هتلاقي نفسك بتتعامل مع المشاكل دي بمنتهى السلاسه وبمنتهى هدوء الاعصاب وبمنتهى الاراده انك هتحل المشاكل دي. لكن لو بدات تتعامل مع المشاكل دي بانك عصبي ومودك وحش ومتنرفز على الناس اللي حواليك كلهم، انت ما بتحبش. انت عندك حاجة تانية غير الحب، احساس تاني، بس انت استسهلت وسميته حب علشان خاطر كده. ده اللي مخليك في مود وحش ومود مش كويس. الحب اللي خاصه عبد الحليم لما قال ايه؟ لما قال يا صحابي يا اهلي يا جيراني انا عايز اخدكم في احضاني. في الفيلم معبود الجماهير هو شادية. ده الحب، انه شايف ان كل الناس حلوين، كل الناس كويسين، عايز ياخد الناس كلها في حضنه، عايز يمشي يبوس في الناس كلها. لو شفت اللقطه دي حتى في الاغنيه عمال يبوس في الناس ويحضن فيهم وفرحان وسعيد، هو ده الحب. على فكره اللي احنا بنقوله ده مش بس ان يعني ان ده حب الاغاني او حب الافلام، لا، هو ده كميه الحب. الحب لما بيتفرز بقى من دماغ الدكتور طبعا هتتكلم في ده احسن مني. كميه الحب دي هي اللي بتخليك متصالح مع كل الحاجات اللي حواليك. ايه اللي بيخلي الام تستحمل ولادها رغم ان لو جينا شفنا الولاد بيعملوا ايه تلاقي ان ده اعمال لا تطاق، لا تطاق الاعمال بتاعت الولاد. ايه اللي يخلي الام تستحمل ده؟ الحب. الحب ضد المنطق. الحب بيلغي المنطق، فبيخلي المنطق ان انا ايه اللي يخليني استحمل زن واستحمل طلبات ملهاش معنى واستحمل كل اعمال الولاد دي؟ هو ان الحب ملوش منطق. يعني هو احنا ده ما نقصروش على الحب بين الراجل والست. لا، احنا بنتكلم على كل اشكال الحب. اقول لك على حاجه يا دكتور هيبه، احنا لو احنا قاعدين على الاشياء هيقول لك الحب بشر مش حجر. الحب كمان في الحجر.
انت لو انت قاعد على الترابيزه دي وبتعملها بخشونه وبتعملها بطريقه فيها قسوه انا جماد بقى ما بتحسش ترزع وتخبط فيها هتتعود هتحس ان هي بتطلع عليك طاقه سلبيه هتحس ان انت وانت قاعد عليها انا كويس بس انا مش مرتاح في قعدتي لكن لو اتعاملت معاها ان والله كتر خيرك ان انت شايلاني وكتر خير الكرسي ان هو يعني مريحني وكتر خير الحمد لله لوجود الحاجه دي في حياتي وشكرا لنعمه الحاجه دي في حياتي هتلاقي حياتك بالطبيعي احسن لان الحب هو الطريق الى الاحسن. طب انت شايفه ان الحب بيساعد على هدوء الاعصاب؟ طبعا. بس انت قلتي حته دلوقتي خلتني برضو يعني ان هي بتقول ان الانسان يمشي يبقى عايز يبوس الناس حواليه، ده الواحد عمل كده دلوقتي هيقولوا ده تحرش وهيقولوا انا بحب الناس. يا سيدي بصهم في سرك. يبصهم في سرك. بصهم في سرك، حس ان اقول لك على حاجه، لما تحس ان انت عارف الناس هنا باعمالها وتصرفاتها وانت هنا، مش معناها التعالي، انا ما بقولش ان احنا بنتعالى على الناس، انت بتتعالى عن اخطاء الناس، بتتعالى عن السقطات اللي في النفس البشريه، شايف المشكله اللي انت كنت شايفها قبل ما تحب، قد كده، بعد ما حبيت حاسس ان المشكله دي ايه؟ والله ولا حاجه، دي هتتحل، دي سهله، دي بسيطه، التغازي. رغم ان ممكن يخليكي في حته شايفه ان كل المشاكل هينه، لانك الحب فيه نوع من انواع الاكتمال. الاكتمال، انت حاسس ان انت كلنا فينا نواقص، كلنا ناقصين، والحب بيكملنا، الحب الصحيح زي ما عمرو دياب قال الحب يجمعنا. اقول لك على حاجه؟ اتفضل. عمرو ده حاله بقى. نرجع له بقى، نروح للدكتور وارجع. الحب تسامح بمعنى كده، يعني معنى اكبر. قولي لي بقى، تمام، شايفه الحب ازاي؟ وتقولي لي تعريف للحب. انت برضو مصمم تتصرفي على حاجات. هتقولي وبعد كده نخش بقى في الموضوع بتاعنا. اهتمام. اهتمام. الحب اهتمام. الحب مراعاة شعور، خايف على زعل، اكبر بخاطره. الحاجات دي كلها مش لازم يكون الراجل والست زوج وزوجته، لا، الاب ببنته. في ابهات قاسيه، في امهات قاسيه، في اخوات مش قلبهم على بعض. العامل المشترك اللي يخلي المجتمع ده يقوم على اساس صح هو الحب. لو في اصل، في نبته كويسه، لو الاب ده نبت النبته من اساسها صح في الاولاد وفي الام، هيطلع مجتمع رائع اساسه الحب. جبر الخاطر، انا عندي الحب هو جبر الخاطر، خاطر يعني ما اقدرش انام وانت زعلان. تمام كده. طيب احنا هيبقى ان شاء الله اعزائي المشاهدين في ارقام هتظهر على الشاشه دلوقتي لعمل مداخلات، اي حد عايز يعمل مداخله معانا يتكلم، الارقام على الشاشه بالفعل، ويبتدي يعمل مداخله معانا ويقول رايه في الحلقه بتاعتنا. دكتوره هبه، هروح لك واسالك عمليات التجميل والحب. تمام. هل عمليات التجميل مرتبطه بالحب؟ بمعنى النهارده زوجه او امراه جات لك وقالت انا عايزه اعمل عمليه تجميل في وجهي مثلا، عايزه اتغير بعض الحاجات في الوش في وجهها عشان تكون اجمل، حلوه في عين جوزها، وحلوه في عين جوزها، شايفه ان الحاجات دي بتساعد على ان الزوج بيحبها اكتر بعد العمليات. تمام. دي طيب مفيش شك ان جمال الجوهر والروح احسن بكتير من جمال الشكل. تمام. بس للاسف احنا موجودين في مجتمع شرقي، والراجل المصري دايما بيحب يشوف زوجته زي توأم كيم كارديشيان وانجلينا جولي، وعايزها تبقى نموذج. هو فعلا بص يا جماعه، هو انا بقول في المجتمع عايزها تبقى نموذج للجمال البحت. فانا في اقتناعي او في رايي الشخصي مفيش ست وحشه، بس في ست بتقدر تطلع مواطن الجمال من جواها، وست مش قادره، ست مش قادره تقول لك انا بيتي اولى، جوزي، اولادي، بالمجهود، ما عندهاش القدره الماديه. احنا كاخصائيين تجميل المفروض يبقى لينا دور توعوي، ان احنا بنفهم الستات دي، زي ما انت بتهتمي، كنا عمالين نتكلم قبل الحلقه صح، زي ما انت بتهتمي ببيتك، باولادك، باولادك، بجوزك وبشغلك، لازم صحتك، لازم نظافتك الشخصيه، لازم جمالك الظاهري. قبل بصي الـ 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 الاهتمام بالجمال بيزيد ثقتها في نفسها. لكن انا حاسه ان انا مش حلوه في عين جوزي، ده ممكن يكون هو كويس جدا ما بيبصش بره، بس الخلل في الثقه عندها هيخليها عندها توتر، ممكن هي تقرفه، تفضل تزن، صح ولا يا استاذه هاني؟ ولا هتفضل تمام. هتفضل بقى على دماغه. انت بتعمل ايه؟ بتتصل بمين؟ بترد على مين؟ عمليات التجميل ليها شقين. عمليات التجميل ممكن تكون في دور ترميمي. يعني ايه دور ترميمي؟ انا بصلح تشوهات خلقيه،
بصلح اثار عمليات، اثار حوادث والعياذ بالله. ده شق ترميمي، انا بصلح عيوب جسمي ودي طبعا فرضيتها بحتة، دي يعني لابد منها. تمام يعني. لكن في الجانب بقى التجميلي، الست بتخاف اول ما بيظهر عندها التجاعيد، اول ما بتظهر الخطوط الرفيعه بتخاف، بتقلق، بيجي لها هوس، لان دي علامه من علامات تقدم السن. انا كده كبرت. ودايما معروف ان الست حتى لو سنها قد الراجل فشكلها بيبان اكبر، فبتخاف من الموضوع ده، فتبدا تلجا للعمليات الجراحيه. عمليات الجراحيه دي كانت زمان صعبه، يعني كانت زمان صعبه، لكن دلوقتي مع تقدم العلم وظهور التقنيات الحديثة بقت كلها سهلة وفي متناول الإيد، وبقى دكاترة كتير مشهورين في العمليات الجراحية، خلى الست تهدى شوية في الموضوع ده. ليه؟ لأن الست زي ما حضرتك قلت كده، أنا عايزة أبقى حلوة في عين جوزي عشان ما بالبلدي عشان ما يبصش بر. ستات بتبقى مثلا عندها نحيفة، ستات المليانه ايه عايزه شفط، عمليات شفط الدهون، اللي عندها تجاعيد، اللي عندها ترهلات في الجلد، اللي عايزه نحيفه جدا وشها مش باين عليها. كل ده بقى سهل دلوقتي جدا، بقت المراه تعمله وبقى في صالحها. هناخد احمد وارجع لك تاني. اوكي استاذ احمد من منيا اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل استاذ. كنت عايز بس يا باشا اسالك بس على سؤال بس كده. اتفضل. التعامل مع البشرية والعلاقة مع البشرية مبهم، يعني يبقى السبب الأب والأم ولا موضوع نفسي؟ السبب الأب والأم. الأب والأم أو نفسي. طب أنت سؤالك أنت التعامل مع البشرية إزاي؟ يعني أنت بتتعامل بسبب إيه؟ يعني أنت في بتتعامل معهم كويس ولا وحش؟ بالعنف. أنت بتتعامل معهم بالعنف؟ مع جميع الناس. عنيف مع أجريسيف. أنت 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 عنيف مع الناس في التعامل معهم يعني. عنده عنف يعني مع جميع الناس، دايما واحد مثلا غلط كلام غلط، لو حد مثلا قال لي كلمه حاضر اسمح لي هاني بس نقول له حاجه هنرد عليك. حاضر. هو اسمه احمد. ماشي. احمد هتخليك انت هتجاوبي عليه انا هاني. بس انا عايزه احييه. طيب وانا كمان والله. ان هو خد الخطوه دي اعترف بالمشكله، حس ان هو حاجه غلط، حاجه عايز يصلحها يرممها. تمام. لا بجد فعلا انا بحييه. شكرا. ده بقى اسمه تجميل الذات. ده بيجمل الروح. تجميل الذات. الروح والذات. هو عايز يجمل ذاته، حاس ان هو في خلل في حاجه معينه عاوز يجملها قدام الناس كلها، وعايز يبقى حاس ان هو بيتعامل مع الناس كانسان طبيعي. فترد لنا بقى على الجزئيه. يعني فعلا يا احمد انا لازم احييك ان انت اعترفت بمشكلتك، لان احنا اكتر سبب في مشاكلنا ان احنا ما بنعترفش اصلا ان احنا عندنا مشكله. فممكن تقول انا عنيف معاه اصل هو يستاهل، لكن طالما انت وقفت مع نفسك وقرر ان هو عنده مشكله وهو عنيف مع الاخرين، هنا بقت المشكله سهله جدا. مش مهم الام والاب، ممكن تكون شايف باباك عنيف، مامتك عنيفه، حد في العيله عنيف، فاكتسب عنه صفه العنف. لكن في النهايه طالما انت وقفت وقلت انا كنت في التصرف ده عنيف، اعرف المره الجايه وانت بتتصرف او بتعمل رد فعل ان انا مش عايز اعمل ده تاني، لان انت عندك حاجه عظيمه جدا يا هاني وهي الضمير. يعني عنده ضمير بيحاسبه، عنده ضمير بيحاسبه. فالضمير ده اعمل حسابه بقى وانت بتاخد الموقف الجاي، ان انا عارف والقادمين الغيظ، انا مش هتنرفز بالشكل ده، لا تغضب. انا هكبح جماه يعني لجام غيظي. وهقول لك على حاجه، مش لازم من اول مره تبقى 11 من 10. لو انت بتتنرفز 10 على 10 وبقيت المره اللي بعدها 8 من 10، حيي نفسك ان انت كان ممكن تعمل حاجه اكتر وما عملتهاش. هتلاقي نفسك المره اللي بعدها بتقلل كمان شويه. طب هناخد احمد بالقاهره. اتفضل يا احمد. مساء الخير يا استاذ هاني. مساء النور يا فندم. ازي حضرتك؟ مساء حضرتك طيب. ومساء ليك وضيوفكم الكرام. ربنا يخليك يا فندم. انا من الناس المتابعين بتاعت حضرتك و معجب بحضرتك جدا. شرف لينا يا فندم. شرف لينا استاذ احمد. شرف لينا. وانت اجنبي مميز بصراحه انت بتصير مواضيع مهمه وكويسه، والحلقه اللي فاتت برضه كان على موضوع الخيانه والنهارده. ربنا يخليك يا استاذ احمد. اتفضل. فمواضيع محتاجه النقاش فعلا. الله يخليك. بس انا كان ليا تعليق صغير مع حضرتك. اتفضل. مين قال ان ممكن يكون محط المفهوم لازم يكون بين الراجل والست؟ احنا ما قلناش كده. تمام. احنا قلنا حب الله ورسوله، حب الوطن، حب الاهل، حب الاصحاب، حب الزوجه، حب الابناء. بس هو في ازاي الناس تعرف تتعامل بكلمه الحب؟ لان في ناس كتير قوي بتحب بس ما بتعرفش ازاي تعبر عن حبها، فالموضوع بيبقى فيه حته صغيره ان احنا ازاي نعرف
نتعلم نعرف ان احنا بنحبه ازاي. طب يا استاذ احمد هسالك سؤال بسرعه كده، انت بقى بتتعامل ازاي في الحب؟ بتعرفه ازاي بقى؟ بدايه الحب لما احس ان انا قدام انسان انا ما اقدرش استغنى عنه، انسان ما اقدرش بخاف ان انا اقدر ان انا احتويه، انسان ان انا احس ان انا ما اقدرش استغنى عنه. فمش معناه لازم يكون حب بين راجل وست، حب بيبقى زي ما انا مثلا بحب ابني من اول ما اشوفه من غير ما اتعامل معاه، زي ما بتحب ابنها من غير ما بتشوفه وهو لسه. الحب بين الناس وبعضها ان كل انسان يعرف ان هو ما يقدرش على نفسه يرضى على غيره. تمام. الحب مثلا انك انت تحب لنفسك غيرك ان بتحبه لنفسك. حب لاخيك كما تحب لنفسك، اه وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم. الحب ان انت تحب للناس ان انت بتتمناه لغيرك. تمام. الحب ان انا ما اجرحش مشاعر ناس. طيب تمام. الحب ان انا احافظ على الناس وابتدي اعمل حسابهم تمني واعرف ان الناس ان الشيء اللي باقي بين الناس وبعضها. طيب. الحب فهو مفهوم كتير جدا. طب استاذ احمد بس انا يعني في نقطه كده بس سمعتها، انت بتقول الحب اللي انا حد ما اقدرش استغنى عنه، المدام سامعاك وانت بتقول الكلام ده؟ اه طبعا انا بحبها الله. جدا وما اقدرش استغنى عنها. بس احنا كنا عايزين نوصل لكده بس. فخليني اكيد سامعاني ومتابعه معايا. اكيد يا فندم. اكيد هي لو سمعانا هتعمل مداخله وتقول هي كمان. بس انا حضرتك على حاجه. اتفضل. عمر ما كانت الست جمالها او شكلها عشان انتوا بس دخلتوا في قصه موضوع عمليه التجميل والكلام ده. مين اكيد مفهوم الحب بالنسبه للست او بالمعنى الشخصيه انا؟ انا دماغي. طب ان انوث الست. ايوه. انوث الست وجمالها في عقلها مش في جسمها ولا في شكلها. وعبر دي على كده ان احنا بنشوف مثلا اجدادنا وابهاتنا كانوا ازاي بيعشقوا حبيبتهم زوجاتهم من هم كبار. تمام. فمفهوم الست عند الرجاله بيختلف بين الناس وبعضها. تمام. يعني انا وجهه نظر الشخصيه انا ان عندي انوثه الست كامله في عقلها. تمام. وإلا ما كانش جميلة الجميلات في مصر وبره بتطلق لو الموضوع موضوع مرتبط بالجمال وبالشكل وبالجسم وبالعمليات، ما كانتش أجمل ما ستات في العالم انفصلت عن رجالتها. صح صح. لأني أكيد لما أتعامل مع الشخصية فغلبت عليه شخصيتها أكتر من جمالها. فلما تكون شخصيتها متغيرة بيقدر يستغنى عن الجمال، لكن هو بيبقى طالب العقل. شكرا يا استاذ احمد على تفسيرك للحب، متشكرين جدا والحمد لله المدام كانت سامعاك والحمد لله انت في امان ان شاء الله. عمله نادره الاستاذ احمد ده يعني في رجاله كتير كده برضو، في رجاله كتير قوي يعني الحب بالنسبه لهم ده شيء اساسي بس مش شريحه كبيره. لا والله يعني خلينا مش شريحه كبيره، لا يعني خلينا نتفق ان كل واحد مننا جواه حب، يعني زي ما فيك خير فيك شر. أكيد. فيك حب بس النسب متفاوته. صح. كل واحد مننا ما يقدرش يعيش من غير حب. بس انا شايفه يا استاذ هاني اتفضل، الست بتقدر تطلع مشاعر الحب لزوجها، الزوج بيتكسف او ممكن يطلعه بطريقه تانية. ازاي؟ يعمل لها حاجه. يعمل لها حاجه هي طلبتها، يوصلها مكان، يخرجها، بس هي بتبقى طالباه بشكل اخر. طب احنا معانا فيديو اوكي عن كاتبه كده الدكتوره ايمان عامله فيديو صغير كده هنشوفه. طيب. وهو هيتكلم برضو عن محتوى الحلقه ونرجع ناخد فاصل معاه ونرجع. كان يا مكان حديث العهد والاوان، قصه نراها تتاجج الان. كان هناك اثنين من العاشقين المحتلين بالهيام، اختارا معا ان يتشارك الحياه، حلوها طار ومرها مرارا، وأن يعبرا سويا فوق جسور الدهر والأحلام، حتى أتى يوم ثقيل الظلال وتحول العشق إلى أسر كبير محاط بالأسوار، وكلاهما أصبح لا يستطيع أن يتحمل الآخر ورفض معا كل محاولات القرب والانصهار. لم يجدا أمامهما إلا الفرار من مصير واحد أنهكهما كثيرا وحاصر قلبيهما بالأفكار، وما بين تحديات الوصل وأجراس الانهيار يقف في وجه العاصفة الأطفال الذين أتوا للحياة حالمين بالدفء والحب والعمار،
فهل يستطيع الكبار يوما أن يصلوا لرؤية هادئة تترفق بأفئدة الملائكة الصغار؟ وهل يمكن للجدران النازفة أن تنسى آثار الهدم وتنشغل بالإعمار؟ إنها حقا قصة عجيبة تستحق التمعن والتوقف لديها ولفت الأنظار. فما رأيكم؟ جدران نازفة نشرت بتاريخ 16 فبراير 2019. إيه رأيكم؟ هايلة. هي لخصت يعني حال الدنيا كده في الدقيقة دي بشكل رائع جدا. بس عايزين نقول حاجة قبل ما نقول الفيديو ده لأستاذ أحمد. إن مشكلة كتير من الناس إن هو عنده أم العيال هو بيحبها وبيحب وجودها في حياته. بس لما يجي قدام حاجة تانية يعمل بقى اللي بتقوله أستاذة إيمان ده. رجعت لنا دكتورة إيمان. دكتورة إيمان. ألو. أيوه السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. دكتورة إيمان. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك طيبة. أو حضرتك طيبة. لسه سامعين القصة بتاعت حضرتك من الحاجات الجميلة يعني اسمها جدران نازفة. طيب تقول لنا بقى يعني القصة دي بتحكي عن إيه؟ وأنت موضوع حلقتنا النهاردة لو متابعينا هي موضوع الحلقة عن الحب. اتكلمنا عن الحب بشكل عام. واتكلمنا عن الحب وعمليات التجميل وهل عمليات التجميل بتساعد في ان الزوج يحب زوجته اكتر. تقول لنا بقى من الجانب الكتابي والجانب الشعري شايفة منظور الحب عند حضرتك ايه؟ والله هو الحب شعور جارف بيكون خارج حدود السيطرة بيكون متغلغل في الوجدان. الحب فيضان بيخبطنا بيكون فيضان مفيد من العطاء والرعاية والمشاركة والاهتمام. ما نقدرش احنا ما بنختارش ازاي نحب او ما بنختارش امتى نحب. هو بيبقى كده زي الاكسيدنت او الحاجه بتخبطنا وما بنقدرش نسيطر عليها بتتغلغل في مشاعرنا بتدينا طاقه كبيره من الحب والانجاز والعطاء والفرحه والراحه والسعاده والقدره على التعامل مع البشر واحنا مبسوطين ومرتاحين ومنتجين اكتر. فهو اكيد طاقة ايجابية كلنا بتبقى محتاجينها في حياتنا وبتعوم كمان على اللي حوالينا وبتنعكس عليهم ايجابيا كمان. دكتورة ايمان موضوع الحلقة زي ما انت متابعانا بنتكلم عن الحب. طب اهم هل الحب بيكون لازم يكون من طرف واحد او من طرفين؟ ولو كان الحب من طرف واحد هل الحب بيبقى في الحالة دي ناجح ولا بيكون الحب فاشل؟ لا طبعا هو ما ينفعش يكون الحب من طرف واحد والا هيكون نوع من انواع العذاب يعني. لكن لما دايما زي ما بيقول لو في مشاركه لو في اهتمام لو في مشاعر وطاقه رايحه جايه ما بين الطرفين ده اللي بيخلي القصه تنجح اكتر وتكون فيها طاقه عطاء اكتر ويكون فيها سعاده اكتر والطرفين بيعيشوا حياه مختلفه تماما. وهنا اللي بيحكمها اكتر بيكون الكيمستري او قدره الاثنين او تشابه الارواح ما بينهم. كل ما كانوا متشابهين كل ما كانوا مشتركين في بعض الصفات كل ما كان عندهم نفس طاقة الحب الفياضة اللي بتخلي قلوبهم تتحرك في اتجاه واحد بيحبوا نفس الأشياء المشتركة بيحبوا نجاح بعض بيساعدوا بعض انهم يكونوا أفضل. فكل ده اللي بيخلي القصة تنجح. إنما لما بيكون الحب من طرف واحد فأكيد في الطرف ده بيكون مظلوم يعني لأن الشريك اللي قدامه ما عندوش نفس الفيد من المشاعر ما عندوش نفس التذوق للمشاعر المتقدمة له فبالتالي بيتعامل معاه بشكل روتيني أو شكل تقليدي أو ما بيبقاش مستوعب هو محتاج منه إيه. فبالتالي الطرف المحب هنا بيكون مظلوم يعني. طيب دكتورة هبة لو حبي تسألي دكتورة إيمان في حاجة. دكتورة إيمان بس أنا كنت عايزة أسألها ليه دايما بنبتدي ببدايات حلوة لما يبقى فيه شغف ولهفة ولما الشغف واللهفة بتخفت ليه كل واحد بيروح لحاله أو كل واحد بيطفي يعني ليه في بدايات وفي نهايات ودي أكتر من 90% من قصص الحب بتبتدي بدايات حلوة جدا وبتنتهي بنهايات حزينة. طيب معانا دكتورة إيمان.
ايوه طبعا طبعا، السؤال بتاع الدكتوره مهم جدا، لكن زي ما قلنا هو طبعا ربنا خلقنا وخلق المخ بتاعنا فيه فصين، احنا كنا اتكلمنا في ده قبل كده. ففي ناس بيكون عندها هيمنه في فص الدماغ اليمين، اللي هو بيكون كله كتله من المشاعر وكتله من الحب ومن الابداع، والناس دي بتكون رقيقه قوي ومرهفه الحس. لما بيجي الطرفين يتقابلوا، لو هم متشاركين في نفس الصفات او عندهم نفس الهيمنة في المشاعر والعطاء وهكذا، فبتكون البدايات مبهرة جدا، وكمان القصة بتكتمل بنفس جمال البدايات. إنما في بعض الناس بيكون الحب بتاعها معظمه مادي. مادي إزاي؟ يعني بيبقى منبهر بالشكل، ممكن بيبقى منبهر ببعض الحاجات اللي مش عارفها، مجرد ما بيستكشف الشخصية اللي قدامه، فبالتالي خلاص احنا تعودنا على الاشياء احيانا بيفقدها بريقها ورونقها. فبالتالي هنا الحب المادي بياخد مع ان انا خلاص بقيت عارف كل شيء عن الطرف التاني، بقيت ضامن وجوده جنبي، فبالتالي ما بقدرش اديله نفس طاقة العطاء يعني، او ما ببقاش منبهج بيه زي الاول يعني. طب دكتورة ايمان، استاذة نهال عايز اسالك سؤال بس. مساء الخير عليك يا دكتور، وبحييكي على كلماتك الجميلة الرائعة. ولكن الجدران النازفة، يا ترى وانت بتكتبي القصة دي احنا ما عرفناش ليه الجدران دي نزفت، بالرغم ان هما كانوا بدين البداية الجميلة عاشقين بتاعت كل الـ القصص الجميلة، ليه اللي خلى الجدران دي ما تصمدش وتبقى جدران نازفة؟ ايه الرؤية اللي انت كنت شايفاها وانت بتكتبي ده؟ اي احيانا طبعا مشتي جدا لكلمات حضرتك الجميله وذوقك، لكن احيانا بيكون في فعلا ناس بتبدا حياتها زي الدكتوره ما قالت قبل كده، ان هم بيكونوا محبين جدا، لكن مع بعض تحديات الحياه، مع بعض الاوبستكلز او العقبات اللي بتقابلهم، في شخص ممكن ما بيقدرش ان هو يصمد قصاد ده، او بيتم يحصل عنده تغيير في بعض مشاعره نتيجة لشيء أو لآخر، أو قد يكون الطرف التاني ما قدرش إن هو يحتويه بالشكل الكامل، ما قدرش يحتوي كل التغيرات اللي بتطرأ على حياته، فأحيانا بيظهر هنا الصراع أو بيظهر هنا الاختلاف. لكن مش كل قصص الحب بتكتمل للآخر بشكل سعيد، ومش كل القصص بتبقى الناس المختلفة إن هي بتكون كارهة بعض، أحيانا بيكونوا الطرفين محترمين جدا وعلى قدر من الثقافة ومن الود والاحترام، لكنهم المشاعر فترت لسبب من الاسباب، وده مش معناه ان هم يكلموا مع بعض وهم كارهين بعض، او حتى ينفصلوا وهم كارهين بعض، لكن من الافضل ان هم يواجهوا بعض في المرحله دي، وان هم يشوفوا ايه هي الرؤيه الوسطى او الرؤيه اللي ممكن تساعد على ان الاطفال يعيش حياتها بشكل طبيعي بدون من غير ما تتاثر، من غير ما يكونوا اعداء قصاد بعض في منصتين تناحر يعني. فهنا هي المشكله في مجتمعاتنا الشرقيه، ان احنا ما عندناش الرؤيه دي، احنا يا اما احداث يا اما اعداء، يا اما في بوتقه واحده، يا اما كل واحد فينا في طرف يعني في ضفه مختلفه. فاتمنى ان شاء الله ان احنا كمجتمعات عربيه وشعب مصري وكده، ان احنا يكون ثقافتنا اعلى وارقى من انه يعني نكون سوا، نكون ضد بعض، يعني يكون في نوع من انواع التوافق في الرؤيه يعني. أنا بشكرك يا دكتورة إيمان، ويعني بشكرك على القصة الجميلة اللي حضرتك عرضتها لنا النهاردة، وبشكرك إن شاء الله، وإن شاء الله تبقي معانا قريب بإذن الله في حلقة من حلقات صالون الصحة زي ما نورتينا قبل كده إن شاء الله. شكرا ليك يا دكتورة إيمان. لحضرتك جدا يا فندم ولضيوفك الكرام. الله يخليك، شكرا. ايه رأيكم يا جماعة في الحلقة؟ طرحت نقطة مهمة جدا جدا يا هني، إن احنا مشكلة من المشاكل اللي احنا بنتربى عليها، وده البروتوكول اللي احنا اتفقنا عليه في اول الحلقه، ان يعني الحب ابدي، مفيش حب ابدي غير حب الاب والام لاولادهم. بره المنظومه دي احنا ممكن نكون النهارده بنحب بعض قوي واتفقنا في المرحله دي من الحياه، بس ممكن بعد 10 سنين التغييرات اللي تطرأ علينا ما نسيبش بعض فيها. فيبقى مش معنى ان احنا الابديه انتهت، او ان احنا حاله الحب اللي انتهت ما بيننا زي ما قالت بقى الدكتوره، ان احنا نبقى هنا اعداء. لا، ممكن نكون مش قادرين نلعب الدور ده في الحياه، فممكن نتحول من الحب للاصدقاء. احنا ما عندناش بقى المفهوم ده، احنا عندنا حب الامتلاك. بالظبط، حب السيطره وحب الامتلاك. انا خدتك فانت بتاعتي من عندي على القبر، مش هديكي في حته تانية. يوم وهي برضو هي ده، عندنا مثل جميل يقول لك اشوف خارجته ولا اشوف دخلته. يعني وبرضو هو ده بيعبر عن حب السيطره وحب الامتلاك. ما عندناش الثقافه بتاعت ان يا جماعه كل حاجه في الحياه ليها عمر، عمر افتراضي ليها بدايه، مفيش بدايه بلا نهايه، اعمارنا احنا نفسنا هتبتدي وهتنتهي، ودايما في النهايه بدايات جديده. طالما شبح النهايه بدا يلوح
ففي مرحلة ما ننسحب واحنا لسه اصحاب وعندنا القدر بقى من المحبة ومن العشرة ومن الود لبعضنا البعض ان احنا نقدر نبص في وش بعض، لان المشكلة ان الناس بتفضل تستنزف رصيد الحب وبعدين تدخل على رصيد العشرة وبعدين تدخل على رصيد الود، ففعلا بيتحولوا الأعداء ويخشوا على بالظبط. فاحنا ننسحب في المرحلة اللي احنا نقدر نبص فيها في وش بعض ونبقى في ما بيننا صداقة وأخوة ومحبة وود، ونحتفظ بالمشاعر الجميلة دي ونعترف ان الحاجات بتتغير، كل حاجة في الكون حوالينا بتتغير. اشمعنى الأبدية للحب؟ مفيش أبدية في الحب. هروح لك يا دكتورة هبة، انا عايزه ازود على كده، هتزودي بس مع السؤال ده هتقولي الحب ليه عمر؟ الحب ليه عمر مع ناس بيبقى ليه عمر، مع ناس بيبقى ليه عمر، ومع ناس بيبقى ابدي. انا بس كنت عايزه ازود حته ايه، حتى لو في مشاكل وعقبات واحنا تخطيناها بالحب، في حاجه شبح تاني الروتين والملل، احنا لازم نقتله قبل ما يقتل علاقتنا. صح ولا لا؟ تمام. بيتقتل ازاي؟ بيتقتل بحاجة واحدة بس، بالتجديد. لازم نجدد العلاقة. ده كنت أقول بيتقتل بالتجميل. لا بالتجميل. لا مش للدرجة دي. بالفلك. لا نجدد العلاقة. ونبقى منتفقين من الأول مع الشريكين إن إحنا هيجي فترة لما الشغف بيبدأ يعني يروح، كل واحد خلاص عارف خصوصيات التاني. فالدنيا بتهدى. طب إحنا قبل ما يهدى معانا الحب لازم نجدد العلاقة الأول. لازم نجددها بحاجات ندخلها في حياتنا مختلفة، خروجة كل أسبوع، وردة بتتقدم، هدية صغيرة، حتى لو يعني حاجة بسيطة، حتى لو توكة. والله العظيم أكيد بتفرق مع الرجل والست كمان. فإحنا الروتين ده شيء مهم جدا وبيهد علاقات كتير جدا. عشان كده أنا دايما ما أعرفش متحفزة ناحية الراجل، أقول دايما بيمل بسرعة. صح ولا لا؟ عن الست. ما بيمل ليه؟ ما احنا خلينا انا هتكلم عن الراجل. وليه الست ما بتملش بسرعه؟ انا هتكلم عن الراجل بقى. انتوا عايزين بقى، انت عمال تسالنا طول الوقت. الراجل بيمل عشان ما فيش تجديد. يعني انت بتقولي بتبقى الزوجه منحصره في شغلها، في بيتها، في ولادها، في ما فيش تجديد. فبالتالي هو عايز يشوفها النهارده كذا، عايز يشوفها النهارده بشكل تاني، عايز يشوفها النهارده بشكل تالت، بكره بشكل تاني، هي نمط واحد. فمن هنا بيجي الملل. طب ليه بالنسبه الموضوع مش للست بقى، ليه هي ما بتزهقش من جوزها؟ ما هي يعني دي طبيعه، دي طبيعه رجل، طبيعة جبل هي جينات رجل وفي جينات مراه. المراه جبلت على عدم التعدد خلاص. هي ليها زوج واحد، ربنا خلقها. ولكن الراجل، والراجل يا هيني جبل على عدم التعدد. لا 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 لا، الا ربنا تعدد. ربنا ادى لادم حواء، ربنا ادى لادم حواء واحده، ما ادالوش اربعه حواء. لا احنا عايزين نقول ايه، النهارده في راجل عنده القدره ان هو يتزوج باخرى، او عنده الامكانيات ان هو يتزوج باخرى، او لقى ان في واحده معينه مثلا لا قلبه ملها، بدل ما يعمل علاقه محرمه راح اتجوزها. يعني ان هو الاحسن في الحته ديت، النهارده نخلي الراجل في المنطقه دي ولا نحطه في المنطقه دي؟ عايزه اقول لك الحقيقه، نرجع تاني لبروتوكولنا ونتكلم بصراحه. الجواز التاني الوحيد اللي انا اقف معاه قلبا وقالبا جواز القلب، لان فعلا الحب احنا ما نملكش قلوبنا، بس ما نملكش قلوبنا. وربنا نفسه احنا بندعي له يا مثبت القلوب ثبت قلبي على حبك، فالقلوب بتتغير وبتقلب. فكونه بيحب حب بمفهوم الحب الصحيح، الحب الصحيح يروح يتجوز. ولكن ولكن ان كل يوم الصبح بيحب واحده، حب الشقره وحب السمره وحب اللي مش عارفه القمحيه، لا لا ده مش حب، ده مش حب، ده مش حب. لكن اعرف واحد عاش سنين طويله وفجأة هم كمان ما يكونش عنده يعني حالة الملل والتجديد اللي احنا بقى بنقول عليها دي، طلعت له حالة كده، طلعت له من تحت الأرض وحبها. خلاص خلاص. وهنا احنا لازم نحترم العلاقة دي ونحترم شكل العلاقة دي، لأن ده علاقة حقيقية حقيقية. وعلى فكرة هو مش معنى ان هو الحب ما فيهوش انتقاص، ان هي بتشيل من الكفة دي بتحط في الكفة دي، لا. هو ممكن يبقى هنا كويس ويتلاقيه مع بيته وولاده وحياته الأولانية بقى أحسن وأفضل كتير. إن حتى دكتورة إيمان قالت ده، قالت الحب ما معناه إنه برضو بيخليك أحسن وبينقلك، بيخليك أكتر إنتاجية وأكتر طاقة وأكتر ده. الحب دايما هو اللي بيحركك للأحسن. لو حبيت واحدة ولقيت نفسك كاره بيتك وولادك، أعرف إن أنت ما بتحبهاش، أنت حبيت حاجة فيها، شدك فيها. عايزين نعمل حلقة تانية عشان التعدد بقى. لا هنعمل إن شاء الله. بس عايز أسألك سؤال، إحنا قدامنا دقيقتين. أهم الحاجات اللي بيحبها في التجميل، اللي بيحب الراجل يشوفها في وجه زوجته أو في وجه المرأة اللي بيشوفها مراته، أنت بقى تدي نصيحة لكل واحدة كده، لكل زوجة
يعني توشوشيها كده تقول لها المناطق اللي في الوش اللي ممكن على طول تلحق نفسها وتعملها بسرعه ايه هي؟ قبل المناطق وقبل التجاعيد النظافه، النظافة الشخصية، نظافة وشك. يعني أنا ما ديش واحدة تيجي لي العيادة تقول لي عايزة أعمل فيلر أو بوتوكس وهي أساسا وشها ومسامتها مقفولة دهون وبقايا مكياج. في ست يا أستاذ هاني بتفضل طول النهار برا في الشارع وعليها ميك اب، تروح بالليل ما تغسلوش وتصحى الصبح تغسله بالصابونة اللي على الحوض خلاص أنا غسلته. لا طبعا ما يصحش، أنت سبتي المسام تتنفس إمتى؟ لا، النظافة، اهتمي بنضارة بشرتك، حيويتك، لازم زي ما بتهتمي بالبيت لازم تشوفي اهتمي بجسمك، بلاش تسيبي نفسك عرضة لاكتساب وزن زيادة، دهون زيادة. أول ما تحسي إن في حاجة بدأت تتعرض لجسمك مش قادرة تسيطري عليها أو خارج نطاق إيدك، لا أنت طبعا على طول على الدكتور المختص بتاعك. التجاعيد والترهلات والحاجات دي بقت خلاص سهلة وبسيطة، نطمنهم يعني طبعا جدا جدا ميلاوش. لا مش خالص. انا بشكرك والرجاله ما تقلقش برضو. انا بشكرك دكتوره هبه، نورتيني. بشكرك استاذه جهان، نورتوني. ربنا يخليكي. الحلقه كانت مثمره بيكم. بنشكر الدكتوره ايمان كمان كانت ضيفه معانا في الحلقه. عايزين ناكد على الناس حاجه هنا، نبته الحب اللي جوه كل بني ادم فيها، اسقيها ورويها حتى لو مفيش في حياتك قصه حب حقيقيه. حب نفسك. على قصة حب. لا لا لا، ما تدورش على قصه حب. الحب بيجي يدق على باب. على فكره الحب لما تدور عليه اعرف ان ده مش حب، لكن الحب ده لازم بيخبط على بابك. نبته الحب اللي جواك اسقيها، اسقيها ونميها، وحب حب كل حاجه حواليك. احنا اتفقنا حتى الحجر قبل البشر، هتلاقي نفسك بقيت حاجه مختلفه. واقتبسوا من عمرو دياب يا جماعه. انا بشكركم ونورتوني النهارده، ويا رب ان شاء الله في حلقه جايه ان شاء الله تبقوا ضيوفي كمان. اعزائي المشاهدين، في نهايه هذه الحلقه الاسئله نتقدم بالشكر لضيوفي دكتوره هبه العوضي والاعلاميه نهال علام. يا رب الحلقه تكون عجبتكم. لازم نحب بعض كلنا، بس ما نعملش زي ما قالت نهال اللي احنا نمشي نبوس الناس في الشارع. لا، حب بس معنويا، وانت حب في نفسك، وان شاء الله بالحب كل حاجه هتتحل. على امل ووعد ان يتجدد اللقاء في حلقات اخرى. كان معكم هاني الفرماوي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.